السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طالبات الشهادة الإعدادية. إن شاء الله نبدأ معكم الوحدة الثانية، نخلصها بعد الدرس الثالث النهاردة. طبعا العنوان النشاط الإشعاعي والطاقة النووية، وزي ما اتفقنا بنمشي بترتيب الكتاب بإذن الله. خلاص من ساعة ما بدأنا من الوحدة الأولى وإحنا ماشيين ترتيب على طول مباشر من الكتاب الامتحان. دي صفحة 178، نبدأ مع بعض كده. بيقول لي منشأ الطاقة النووية منشأها ايه؟ احنا عارفين النواة، ان النواة ركزوا معاها كده، فيها بروتون وفيها نيوترون، نيوترونات متعادلة، وفيها دور حولها ايه؟ الكترونات سالبة. الكلام ده من اولى اعدادي، الكترونات سالبة. وركزوا فما كويس عشان لما نيجي ناخد برضو النشاط الاشعاعي في اولى ثانوي في الكيمياء في الباب الخامس الترم الثاني نبقى عارفين بنقول ايه. يبقى في الكترونات سالبه، في بروتونات موجبه، وفي ايه؟ نيوترونات متعادله. امتى يحصل اشعاع؟ امتى يحصل النشاط الاشعاعي؟ امتى النواه بتخرج ما في بداخلها؟ لما يكون عدد النيوترونات زياده شويه. اولا في قوه كثيره داخل النواه، في بروتونات تتنافر مع بعضها. يعني لما اقول لك او اقول لك 92 بروتون في اليورانيوم نعرف اللي فيه تنافر قوي ما بين البروتون وبعضه. طب ايه تاني يا مستر؟ في نيوترونات متعادلة بس فيها موجب وسالب، يعني السالب ده ممكن يتنافر مع بعضه، ممكن الموجب اللي هنا يتنافر مع الموجب اللي واقف في البروتون، ممكن يحصل قوة تجاذب ما بين ايه؟ السالب والموجب. ولذلك في حاجة بتربط النيوترونات والبروتونات، بتربط الطاقة الداخلية، قانون اسمه قانون او قوة الترابط النووي، القوة اللازمة لربط مكونات النواة ببعضها. يبقى لازم حاجة تلم الموضوع، ربنا اللي عامل هذا الجزء، هذا خلق الله. النواة كمان في كل حاجة ربنا له الدلائل بتاعته. يبقى ربنا عمل قوة جوه كتيرة متنافرة متجاذبة وألزمها بقانون داخلي. ايه هو؟ في قوة بتربطهم مع بعض، لان بيقول لي لماذا تتماسك أنوية ذرة العناصر المستقرة بالرغم من وجود تنافر داخلها؟ لأنه ينشأ داخل النواة قوة تعمل على، في قوة داخلية بقى ربط مكونات النواة ببعضها. خلاص زي رجل بيت يلم البيت ويظبطه، زي ست مؤثرة في البيت تظبط البيت وتربط الإخوات وتخلي الإخوات يحافظوا على بعض. يبقى التغلب على قوة التنافر، إن إخوات صبيان ممكن يشكلوا مع بعض، إخوات بنات مع بعض، صبيان وبنات في البيت يشكلوا مع بعض. يبقى في قوة داخلية داخل النواة زي الأم أو الأب يسيطر ويربط الأساسيات كلها مع بعضها. يبقى في قوة داخل النواة بتعمل على ربط مكونات النواة ببعضها، التغلب على قوة التنافر خلاص للشحنات المتشابهة خلاص بين البروتونات موجبة الشحنة وبعضها. وتعرف هذه القوة باسم، يبقى في قوة الترابط النووي هي القوة اللازمة لربط مكونات النواة ببعضها والتغلب على قوة التنافر الموجودة بين البروتونات الموجبة الشحنة وبعضها البعض. المهم النواة مخزن للطاقة وتركز فيها كتلة الذرة، لأن تعتبر قوة الترابط المصدر الذي تستمد منه الذرة، قوتها الهائلة والتي تعرف باسم الطاقة النووية، لذا تعتبر نواة الذرة مخزنا للطاقة. ذلك بيقول لي النواة مخزن للطاقة، النواة تتركز فيها كتلة الذرة. لماذا؟ لأن فيها بروتونات ونيوترونات، البروتونات تتنافر مع بعضها، النيوترونات في موجب وسالب متعادلة وهي متعادلة. اكتشاف ظاهرة النشاط الإشعاعي بقى في العالم اسمه بيكوريل، ما ننساهش أبدا. هذا العالم عالم له بصماته وله شغله، هنري بيكوريل. هذا العالم اكتشف انبعاث أشعة غير مرئية غير منظورة من عنصر اليورانيوم لها القدرة على النفاذ خلال المواد الايه الصلبة. يبقى العالم بيكوريل هو اللي اكتشف ظاهرة النشاط الايه الاشعاعي. نيجي بعد كده ظاهرة النشاط الاشعاعي بقى، ما هي العناصر المشعة الطبيعية؟ عناصر تحتوي انواع ذرتها على عدد من النيوترونات يزيد عن العدد اللازم. انا قلت لكم من شويه اليورانيوم 92، بصوا معايا كده 92 235 او 39 او 35،
يعني في ارقام عدد كتلي انواع، في حاجه اسمها نظائر هناخدها ان شاء الله، خدناها في تانية اعدادي بالمناسبه. خلاص، يبقى اليورانيوم ده هو ايه اللي خلاه يبقى مشع؟ زياده عدد النيوترونات. يعني لو طرحنا 239 من 92، افهموها معايا دي كده الاول، 7 9 من 13 4 يبقى 147. يبقى في 147 نيوترون، والبروتونات هي هيها 92، والالكترونات هي 92. يبقى زيادة العدد الهائل للنيوترونات داخل النواة هو اللي بيؤدي الى هذا الايه الحدوث، او العناصر ايه تصبح مشعة. يبقى العناصر تحتوي انويات ذراتها على عدد من النيوترونات يزيد عن العدد اللازم لاستقرارها. في امثلة طبعا عناصر كتير. ما هي الظاهرة اصلا، ظاهرة النشاط الاشعاعي؟ العناصر التي تحتوي انويات ذراتها على عدد من النيوترونات يزيد عن العدد اللازم لاستقرارها. المفروض النيوترونات تزيد عن البروتون 1 2 3 4 بالكتير، لكن زادت بهذا الكم الهائل طبعا كتير قوي، بسبب ما فيها من طاقه زائده وتعرف بالعناصر ايه المشعه. يبقى ما هي العناصر المشعه الطبيعيه؟ لان في عناصر مشعه صناعيه ناخدها في اولى ثانوي ان شاء الله. هي عناصر تحتوي انويات ذراتها على عدد من النيوترونات يزيد عن العدد اللازم لايه الاستقرار. طبعا امثله اليورانيوم، خلاص، البولونيوم، السيزيوم، الراديوم، اليورانيوم، الزركنيوم، السيلينيوم، الروبيديوم. نحفظ منها بعض ايه عناصر، واهمها طبعا اليورانيوم والراديوم والسيزيوم. خلاص، دي حاجات ايه، والروبيديوم. دول اربعه قدامنا هم بنحفظهم على الاقل، عشان لو قال لي من امثله كذا ابقى عارف انا هقول ايه. نيجي بعد كده ظاهره نشاط الاشعاع بقى بصفه عامه. هي عمليه تحول تلقائي، زي ما يكون واحد قاعد ويتنرفز لوحده من غير ما حد ينرفزه. عمليه تحول تلقائي زي ما ناخدها في اولى ثانوي بنفس اللفظ كده، لانويه الذرات بعض العناصر المشعه الموجوده في الطبيعه كمحاوله للوصول الى تركيب ايه اكثر استقرار. يبقى انا قاعد كده مع نفسي، قاعد بشوف كيمياء فيزياء احياء، قاعد بدأ اذاكر علوم دراسات، لقيت الدنيا مع نفسي من غير ما حد يكلمني كلمه، اذا بحاول اوصل للاستقرار. يبقى النرفزة او الحاجة اللي انا ممكن اعملها مع نفسي مش هتنرفز مع حد، ده بنشبهه بالنشاط الايه الطبيعي. نيجي ظاهرة النشاط الطبيعي، بيقول الانوية بتاعت الذرات بيحصل فيها ان ذرة عنصر مشع غير مستقر، غير مستقر ليه؟ عدد نيوترونات زاد. خلاص، نشاط اشعاعي يطلع اللي عنده الطاقات اللي عنده، بيوصل لذرة ايه عنصر ايه مستقر. اما يخلص يطلع منه الفا او بيتا او جاما، في ثلاث ايه اشعاعات معروفين. اذا في اشعه غير مرئيه للتخلص من الطاقه الزائده، يبقى تميل انويه ذرات العناصر المشعه الى اصدار ثلاث انواع من الاشعاعات، الفا وبيتا وجاما، غير مرئيه ما بنشوفهاش، للتخلص من الطاقات الايه الزائده والوصول الى تركيب اكثر استقرارا، يعرف بظاهره النشاط الاشعاعي او النشاط الايه الطبيعي. ما النتائج المترتبه على زياده عدد النيوترونات؟ بنلف في دايره واحده. ايه سبب او النتائج المترتبة عن زيادة عدد النيوترونات في نواة ذرة العنصر؟ ما عن العدد اللازم لاستقرارها؟ تصبح النواة غير مستقرة لزيادة طاقتها، فتصدر اشعاعات غير مرئية للوصول الى تركيب ايه اكثر ايه استقرار. علل يعتبر عنصر اليورانيوم من العناصر المشعة لاحتواء نواة ذرته على عدد من النيوترونات يزيد عن العدد اللازم لاستقرار، مما يتسبب عن وجود طاقة زائدة تخرج في صورة ايه اشعاع غير طبيعي. اذا الكلام ده كله عشان توصل لحالة ايه الاستقرار. النشاط الاشعاعي الصناعي بقى اللي بنقول هناخده بالتفصيل برضو ان شاء الله في اولى سنة. هناك نوع اخر يختلف عن النشاط الاشعاعي ده، بقذفه بقذيفة. خلاص، وبيقول لي هو عبارة عن الاشعاع او الطاقة النووية المنطلقة من التفاعلات ايه النووية، يمكن التحكم فيها ويمكن لا يمكن التحكم فيه. يعني ده زي اليورانيوم 92 هناخده في اولى ثانوي كيمياء ان شاء الله 235، لا يمكن التحكم في هذا الايه العنصر لانه بيطلع سلسله من التفاعلات ايه النووي كتلك التي تجرى في القنابل ايه الذريه المستخدمه في الاغراض الحربيه. اللي ممكن اتحكم فيها اللي هي في المفاعلات النوويه، مش القنابل بقى، المستخدمه في الاغراض ايه السلميه. النشاط الاشعاعي الصناعي، الاشعاع او الطاقه النوويه المنطلقه اثناء التفاعلات النوويه التي تجرى في المفاعلات النوويه او القنابل الذريه. وقلنا ناخدها بالتفصيل ان شاء الله، ان انا اعمل قذيفه معينه اسير هذه النواه وبيبدا ايه في اشعاعات.
مجالات استخدامات الطاقة النووية السلمية طبعا، في مجال الطب توليد كهرباء، في مجال توليد الكهرباء، في مجال استكشاف الفضاء، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، في مجال ايه التنقيب. طبعا في مجال الطب هيجيب لي معلومة عن كل حاجة كده بسرعة. تستخدم الطاقة النووية في تشخيص وعلاج بعض الأمراض زي ايه السرطان. عايزين استخدامات بس، ما نقعدش ايه نتكلم ونعيد ونزيد فيها، هي استخدامات بس. بتستخدم في ايه؟ طبعا هنا النشاط الإشعاعي، المحاولات بتاعته، مجالات توليد الكهرباء. طبعا تستخدم الطاقة الحرارية، في طاقة حرارية بتطلع عالية جدا، نستخدمها في توليد الايه إدارة التوربينات وتشغيل المولدات عشان إنتاج كهرباء. خلاص، استكشاف الفضاء، طبعا تستخدم بعض المواد المشعة كوقود نووي لصواريخ الفضاء التي تنطلق إلى القمر التي تجوب ايه الفضاء. في مجال الصناعة بنستخدمها كتير في الكشف عن عيوب المنتجات الصناعية، تحويل الرمال إلى شرائح السيليكون المستخدمة في تصنيع بعض أجزاء إيه؟ الكمبيوتر والدوائر الإلكترونية المدمجة. دي الحاجات نحفظها كده بإذن الله كاستخدامات. مجال الزراعة، تستخدم الطاقة النووية في القضاء على الآفات الزراعية وتحسين سلالات بعض النباتات. تعالى بقى في مجال التنقيب، الكشف والتنقيب عن إيه؟ البترول والمياه إيه؟ الجوفية. نيجي بعد كده النشاط الإشعاعي وأثره على الكائنات الحية بصفة عامة. بيقول للتلوث الإشعاعي بقى بصفة عامة، هل الإشعاع كله حاجات مفيدة؟ لا، في حاجات ضارة كتيرة جدا. ولذلك ارتفاع كمية الإشعاعات النووية وزيادة نوعيتها في البيئة المحيطة يبقى بنسميه تلوث إشعاعي، زي التلوث الضوئي، زيادة الصوت أكثر ما يمكن، تلوث ضوئي، تلوث الإشعاع. مصادر التلوث، في مصادر طبيعية ملناش يد فيها، في مصادر صناعية بيد الإنسان. الطبيعية الأشعة الكونية الصادرة من الفضاء الخارجي، مصادر الإشعاع الطبيعية الموجودة على سطح الأرض زي العناصر المشعة. تتمثل في تجارب تفجير القنابل النووية التي تجرى بعض الدول. خلاص، يعني في قنابل ضربت يقول لك إيه من نفسها، دي أثناء التجارب في أخطاء. خلاص، النفايات المشعة الناتجة عن المفاعلات النووية دي مشكلة ولها طريقة للتخلص منها هنشوفها الوقت. وتعد حادثة انفجار مفاعل تشيرنوبل الروسي، خلاص، مثالا على التلوث الإشعاعي الناتج عن مصادر ايه صناعية. وطبعا عمل حاجات كتيرة في الجينات داخل جسم الإنسان ما تأثرش بها الناس اللي عايشة ولكن الأجيال اللي بعدها. خلاص، انفجار مفاعل ايه تشيرنوبل بتاع روسيا، توقيت حدوثه سنة 86، يعني قريب مش بعيد. سبب حدوثه خطأ في التشغيل يقال ذلك. نتائج حدوثه تسريب أو تسرب الكثير من الغبار الذري، غبار ذري ده مصيبة، ده مشكلة، المحمل بالعناصر المشعة، مكونا سحب ذرية ضخمة حملتها الرياح إلى معظم دول أوروبا الشرقية والإيه والغربية، اللي تأثر بها طبعا الصين واليابان تأثير جامد. اليابانيين في الفترة ديت الأجيال الجديدة ما كانش حد بيعرف مين الأخ ومين الأخت من تشابه الأشكال، الجينات كلها حصل فيها تغييرات. وعندما سقطت الأمطار في شهر مايو من نفس العام، حملت معها العناصر المشعة إلى سطح الأرض، فتلوثت التربة والنباتات والمياه بالعناصر المشعة، ثم انتقل هذا التلوث إلى الخضروات والفواكه والحيوانات آكلة العشب كالأبقار والأغنام، وبالتالي أصبحت ألبانها ولحومها والمنتجات مصنعة كلها ملوثة بالإشعاع النووي في هذه السنة. علل، قد يحدث تلوث إشعاعي في مناطق لم يحدث بها انفجار نووي لأنها انتقلت عن طريق الأمطار، الرياح انتقلت، لأن التلوث الإشعاعي قد ينتقل عن طريق السقوط الجاف بواسطة الرياح يوصل في أي مكان، أو السقوط بواسطة الأمطار إلى سطح الإيه الأرض، وده اللي حصل. وحدة قياس الإشعاع الممتص، يقدر الإشعاع الممتص بوحدة تعرف باسم السيفرت، سيفرت إنجليش، السيفرت، الوحدة الدولية لقياس الإشعاع الممتص بواسطة إيه الجسم البشري، وكان قبل كده مسميينه ريم، ولكن تم تغيير إيه هذه الايه الوحده في السنوات اللي فاتت. الجرعه الامنه عند التعرض للاشعاعات النوويه، يجب مراعاه عدم التعرض للاشعاعات النوويه بكميه كبيره، فالحد الاقصى للجرعه الامنه عند التعرض للاشعاعات في العام الواحد بالنسبه
للعاملين حاجة وللجمهور حاجة، ودي موجودة في أسئلة الامتحانات مركزين عليها. أول حتة دي للعاملين 20 ملي صفر، الجمهور لا يتجاوز 1 ايه ملي، خلاص، لأن العاملين زي العاملين في الطب والصيدلة، يعني عندهم ايه مناعة، المناعة بتبقى ايه قوية شوية، فحتى لو جت جرعة زيادة شوية مش مشكلة. الواحد ملي صفر بيساوي ايه 10 أس سالب ايه 3 صفر، خدوا بالكم من الكلام، يبقى دي 20 ملي ودي ايه 1 ملي بالنسبة للجمهور. ما هي العوامل التي تتوقف عليها حدود الجرعة الفعالة الآمنة للإشعاعات الايه النووية؟ عمر الشخص نفسه، الفترة اللي تعرض فيها، يا ترى شهر ولا شهرين ولا سنة، الجزء الذي يتعرض للإشعاع من الجسم، يا ترى دماغه وجسمه وإيديه، المهم في أماكن معينة كده كل حاجة لها تأثيرات. طبعا نيجي بعد كده تأثير التلوث الإشعاعي على الإنسان، يا ترى الإنسان كان حظه إيه من موضوع الإشعاع؟ تختلف تأثير الإشعاعات على الإنسان باختلاف الكمية بتاعتها وزمن، يعني ممكن فترة صغيرة ولفترة طويلة، جرعات صغيرة وفترة طويلة، أو العكس، جرعة كبيرة جدا وفترة صغيرة، تفرق. يبقى حدوث حيث تنقسم لنوعين، تأثير ناتج عن التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة، ركزوا كده، خلال فترة قصيرة، يبقى في علاقة عكسية، هنا جرعة إشعاعية صغيرة بس إيه امتدت فترة إيه طويلة، يعني جرعة صغيرة قعدت يجي 20 سنة، جرعة كبيرة جدا وما عادتش أسبوع، يبقى ده حاجة وده حاجة. تعالوا ناخد الجرعة الإشعاعية دي، بتيجي لوحدها كتير في الامتحانات بالمناسبة، جرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية إيه قصيرة، ما لحقوش يمشوا، خدوا الجرعات على طبيعتها، تعرض الجسم لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، يوم واحد أو أقل، ما لحقوش. ما النتائج المترتبة؟ احفظ معايا، يؤدي إلى تدمير الطحال، الجهاز الهضمي تدميره، تدمير الجهاز العصبي المركزي، تدمير نخاع العظام المسؤول عن تكوين خلايا الدم الحمراء، مما يترتب عليه نقص في عدد كرات الدم الحمراء او ما يسمى بالانيميا في جسم الانسان. ملحوظة، نخاع العظام هو اول ما يتأثر بالاشعاع النووي، يبقى النخاع نفسه بتاع العظام هو اللي بتأثر ايه بالاشعاع النووي. ما النتائج المترتبة على نقص عدد كرات الدم في الانسان؟ شوف اول كلمة احياء، احياء، حاسس بدوخة وان هو مش مظبط نفسه، حدوث التهابات متنوعة باماكن متفرقة في الجسم مثل الحنجرة والجهاز التنفسي، حدوث غثيان ودوار وايه واسهال، دول يتحفظوا، حفظ حفظ، اعراض لازم تتحفظ. نيجي الجرعة التانية، جرعة اشعاع صغيرة بس في مدى زمني ايه طويل، يبقى تعرض الجسم لجرعات اشعاعية صغيرة لفترات زمنية طويلة عدة اشهر او عدة اعوام، طبعا يؤدي الى تأثيرات بدنية، تأثيرات وراثية، تأثيرات ايه خلوية. التأثيرات البدنية للإشعاعات النووية هي التغيرات التي تطرأ على الجسم الكائن الحي، خلاص زي سرطان الجلد من التأثيرات البدنية. عندي تأثيرات وراثية، شوفهم التشوهات اللي بتحصل، تشوهات خلقية، خلقية، خلاص يد بها تشوه خلقي، يد سليمة، في فرق جامد اهو. يبقى هي التغيرات التي تحدث، لازم يتحفظ التعريف، التأثيرات الوراثية هي التغيرات التي تحدث في تركيب الكروموسومات الجنسية للآباء، ويكون نتيجتها ولادة أطفال غير عاديين مصابون بتشوهات إيه خلقية. التأثيرات الخلوية بقى، ده الكلام ده كله إيه إشعاعات صغيرة بس مدى طويل، هي التغيرات التي تحدث خلوية في الخلية، هي التغيرات التي تحدث في تركيب الخلايا، والتي قد تتدمر إذا لم أو إذا تم التعرض لجرعات هائلة منين؟ من الإشعاع. من أمثلتها تغير التركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدم، خلاص يصبح الهيموجلوبين غير قادر على حمل الأكسجين، دي وظيفته الأصلية، إلى جميع خلايا الجسم، ما قد يؤدي إيه؟ إلى تدميرها. كلام ده هوت ورقة وقلم ويذاكر كويس. آخر جزئية عندنا في حلقة النهاردة، طرق الوقاية من تلوث الإشعاع. ارتداء العاملين او المتعاملين مع المواد المشعه في قفازات في الايدين في الوجه وملابس خاصه للوقايه من الاشعاع النووي، وضع قوانين خاصه تلزم المحطات النوويه بتبريد المياه الساخنه الناتجه عن تبريد المفاعلات النوويه قبل القائها في البحار او المحيطات، دفن النفايات النوويه تبعا لقوه الاشعاعات الصادره منها، فالنفايات ذات ايه الاشعاعات الضعيفه
والمتوسطة بتدفن في باطن الأرض. مهم جدا هذا الكلام. محاطة بطبقة من الصخور أو الأسمنت، بنخلطها بأسمنت وندفنها لمسافات كبيرة شوية. القوية تدفن على أعماق أكبر طبعا في باطن الأرض، ونبعد عن الآبار وأي حاجة ممكن نحس إن فيها مية. مراعاة الشروط التالية في دفن النفايات: أن تدفن النفايات بعيدة تماما عن مجرى المياه الجوفية، دي أهم حاجة، حتى لا تتعرض مياهها للتلوث. المناطق المعرضة للزلازل أي أنه لابد أن تكون المناطق المختارة مستقرة حتى لا تنتشر النفايات المشعة في البيئة المحيطة بفعل الهزات الأرضية. طبعا جايب لي معلومة عن دكتور علي مصطفى مشرفة، ده عالم مصري وصفه العالم أينشتاين بأنه من أعظم علماء الفيزياء في العالم. خلاص، دكتور علي مشرفة ده من مصر وتقريبا من دمياط، لأن مسميين حاجات كتيرة هنا في دمياط باسمه. كانت له نظريات هامة في مجال الذرة والإشعاع، بنيت على أساسها صناعة القنبلة الذرية، ده طبعا تاريخ العلم لازم نعرفه. عارض تطوير صناعة القنبلة الذرية ونادى بضرورة تسخير الطاقة النووية والإشعاع لخير البشرية. ده كان آخر حاجة النهاردة في النشاط الإشعاعي ودرس النشاط الإشعاعي. إن شاء الله هنبدأ الوحدة الثالثة إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله، دي اللي هنبدأ بيها، وهنبدأ في المبادئ الأساسية إن شاء الله. هو درس واحد بتاع الوراثة، هنحاول نخلصه قدر الإمكان، يا إما في حلقة يا إما في حلقتين، عشان نفهمه لكم بطريقة سهلة إن شاء الله. يبقى ده اللي على الدور الوحدة الثالثة إن شاء الله، الجينات والوراثة أو ما يقال بالمبادئ الأساسية للوراثة. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وما تنسوش اللي ما اشتركش معانا يشترك ونضغط على الجرس ونختار الكل ونعمل لايكات عشان نزود رصيد القناة على اليوتيوب بالنسبة لكل حاجة والمشاهدات والحاجات دي. هتقولوا انت اللي بتستفيد يا مستر، لا، الاستفادة مشتركة ان شاء الله. وقلنا نشارك زمايلنا عشان اللي ما بياخدش دروس يا جماعة، الواتس انا كاتبه اهوت على الكتاب 011-496-0849 للتواصل. واللي ما خدش دروس وعاوز ياخد درس بالنسبة لزوم بيبقى بأجر رمز ان شاء الله، نتواصل عن طريق الواتس بإذن الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.